وذلك عبر مختلف الدول مسعانا لتقديم خدمة عمومية للمياه. تمسك الجزائر من هذه الحملة. أكثر من 3000 مسجد تم استهدافه من 2016 إلى غاية 2021، والتي عرفت مشاركة أكثر من 100 مدرسة قرآنية في هذا المجال، وكذلك مشاركة أكثر من 2500 مشارك في عملية التحسيس والتوعية في لمحاربة التبذير واقتصاد في الماء بشكل عام. الوعي الحضاري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زرع هذه القيم الحضارية الذي دعانا إلى الاقتصاد في الماء ولو كنا على نهر جار. يعني حتى وكان عندنا موارد مائية، فمن تمام التحضر، من تمام الولاء لهذا الوطن، من تمام قيمنا الحضارية أن نقتصد في الماء حتى ينعم الجميع والأجيال المقبلة. وديننا الحنيف يدعونا إلى أن نفكر في الأجيال المقبلة حتى تنعم بهذا العنصر الحيوي.